السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة نعمل إيميل روسي اللي سوى عليه إيش الفيسبوك. أنتوا عارفين إنه إيش أقوى حسابات فيسبوك. الرابط راح تلقوه تحت الفيديو إن شاء الله. هسا نجي على أول خانة. نكتب الاسم. بعدين نحط دوت. بعدين مثلا العيلة. رشايدة. مثلا. بعدين ننزلون. نسوي خانة. يا محمد دوت رشايدة. اول خانة هاس بالنية الثاني خانة. نحط الاسم. بعدين الخانة الثانية نحط العيلة. هسه هون اللي فوق ذكر واللي تحت أنثى. نحط ذكر. بعدين نحط التاريخ. هذا التاريخ. نحط مثلا 11 فبراير 1995. بعدين نحط next التالي. بالعادة يطلع لك ايميلات زي هيك. هاي ايميلات هاي هون. تنقي اي بدك واحد. عادي تنقي الاول دائما احسن لك. ترجع تنزل ليش تنزل هون على هايتك. بس هسه هون بالخانة اللي فوق باسورد والخانة الثانية الرقم. مش مهم الرقم التلفون. باسورد تحط مثلا اول اربع حروف من الايميل. من الايميل هذا هي الايميل فوق تحط اول حروف. موها. بعدين بتشكل تحط مثلا 7 6 5 4 اربعة باربعة هي هون. بعدين تحط هون. هسه اختبار. تحط 1 Q 0 Q C. اوه بدنا تحط هون. هسه يطلع عندك الايميل. هاي الايميل. هذا ايميل كله. تروح ناسخه. تروح تساوي انشاء حساب فيسبوك. تحط الاسم. مثلا محمد الرشايدة. تحط رقم لها مش الهاتف. تحط الايميل. تحط كوبي. تحط بيست. بعدين انت عارفين تحط ذكر والتاريخ 12 12 3 1999. تحط الباسورد 1 1 3 3 2 2 4 4 6 6. بعدين تحط انشاء فيسبوك. انشاء حساب. نحط التالي. بعدين نحط التالي. تمشي هون تمشي. تحط
تحط خيارات هون، تنزل 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 إعدادات الحساب، إعدادات العامة، بريد الإلكتروني، إكمال التسجيل. هسه يطلب منك رقم تأكيد، ترجع عليه. شايفين هاي الرقم 2، تدخل عليها. هيو مكتوب هو رمز تأكيد حساب فيسبوك الخاص بك، تضغط عليه. يا تضغط هون تأكيد حساب دوري، يا تاخذ الرقم. الأفضل انك تاخذ الرقم، تنسخه كوبي بيست، ترجع تحط بيست، هاي الرقم كله، تضغط تأكيد حساب، تمكن كم هاي جاهز، تم تأكيد. ها صادق انواع البريد الإلكتروني احفظ على فيسبوك، هاي جاهز، هيك جاهز الحساب. لا تنسوا الرابط محطوط تحت الفيديو، لا تنسوا الاشتراك على صفحتنا حتى تتعلموا شيء اكثر من هيك. راح نعلمكم كيف بنرجع ترجع البريد.